عبد الله بن عباس، هذا الصحابي الجليل ملك المجد من أطرافه، فما فاته منه شيء، فقد اجتمع له مجد الصحبة، ولو تأخر ميلاده قليلا ومجد القرابة، فهو ابن عم نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، ومجد العلم فهو حبر أمة محمد وبحر علمها الزاخر، ومجد التقى فقد كان صواما بالنهار قواما بالليل. إنه عبد الله بن عباس رباني أمة محمد وأعلمها بكتاب الله. ولد ابن عباس قبل الهجرة بثلاث سنوات، ولما توفي الرسول صلوات الله عليه كان له 13 سنة فقط، ومع ذلك فقد حفظ للمسلمين عن نبيهم 1660 حديثا أثبتها البخاري ومسلم في صحيحيهما. وما إن دخل الغلام سن التمييز حتى لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعد له ماء وضوئه إذا هم يتوضأ، ويصلي خلفه إذا وقف للصلاة، ويكون رديفه إذا عزم على السفر، حتى غدا له كظله يسير معه النسار، ويدور في فلكه كيفما دار، وهو في كل ذلك يحمل بين جنبيه قلبا واعيا وذهنا صافيا. حدث عن نفسه قال: هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء ذات مرة، فما أسرع أن أعددت له الماء فسر بما صنعت، ولما هم بالصلاة أشار إلي أن أقف بجواره فوقفت خلفه، فلما انتهت الصلاة مال علي وقال: ما منعك أن تكون بإزائي يا عبد الله؟ فقلت: أنت أجل في عيني وأعز من أن أوزيك يا رسول الله. فرفع يده إلى السماء وقال: اللهم أته الحكمة. وقد استجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، فأتى الغلام الهاشمي من الحكمة ما فاق كبار الحكماء. ولا ريب في أنك تود أن تقف على صورة من صور حكمة عبد الله بن عباس. لما اعتزل بعض أصحاب علي وخزلوه في نزاعه مع معاوية رضي الله عنهما، قال عبد الله بن عباس لعلي رضي الله عنه: إذن لي أمير المؤمنين أن آتي القوم وأكلمهم. فقال: إني أتخوف عليك منهم. فقال: كلا إن شاء الله. ثم دخل عليهم فلم يرى قوما قط أشد اجتهادا منهم في العبادة، فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ فقال: جئت أحدثكم. فقال بعضهم: لا تحدثوه. وقال بعضهم: قل نسمع منك. فقال: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله وزوج ابنته وأول من آمن به. قالوا: ننقم عليه 3 أمور. قال: وما هي؟ قالوا: أولها أنه حكم الرجال في دين الله، وثانيها أنه قاتل عائشة ومعاوية ولم يأخذ غنائم ولا سبايا، وثالثها أنه محى عن نفسه لقب أمير المؤمنين مع أن المسلمين قد بايعوه وأمروه. فقال: أرأيتم إن أسمعتكم من كتاب الله وحدثتكم من حديث رسول الله ما لا تنكرونه أفترجعون عما أنتم فيه؟ قالوا: نعم. قال: أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله، فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. أنشدكم الله، فحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق أم حكمهم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ فقالوا: بل في حقن دماء المسلمين وصلاح ذات بينهم. فقال: أخرجنا من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأما قولكم إن عليا قاتل ولم يسبي كما سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفكنتم تريدون أن تسبوا أمكم عائشة وتستحلونها كما تستحل السبايا؟ فإن قلتم نعم فقد كفرتم، وإن قلتم إنها ليست بأمكم كفرتم أيضا. فالله سبحانه وتعالى يقول:
في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فاختاروا لأنفسكم ما شئتم. ثم قال: أخرجنا من هذه أيضا؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأما قولكم إن عليا قد محى عن نفسه لقب أمير المؤمنين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلب من المشركين يوم الحديبية أن يكتبوا في الصلح الذي عقده معهم هذا ما قضى عليه محمد رسول الله، قالوا: لو كنا نؤمن أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فنزل عند طلبهم وهو يقول: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، فهل خرجنا من هذه؟ فقالوا: اللهم نعم. وكان من ثمرة هذا اللقاء وما أظهره فيه عبد الله بن عباس من حكمة أن عاد منهم 20,000 إلى صفوف علي، وأصر 4,000 على خصومتهم له عنادا وإعراضا عن الحق. وقد سلك الفتى عبد الله بن عباس إلى العلم كل سبيل، وبذل من أجل تحصيله كل جهد، فقد ظل ينهل من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امتدت به الحياة. فلما لحق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بجوار ربه، اتجه إلى البقية الباقية من علماء الصحابة، واتفق يأخذ منهم ويتلقى عنهم. حدث عن نفسه قال: كان إذا بلغني الحديث عن رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت باب بيته في وقت قيلولته، وتوسدت ردائي عند عتبة داره، فإذا خرج من بيته رآني على هذه الحال، وقال: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلي فآتيتك؟ فأقول: أنا أحق بالمجيء إليك، فالعلم يؤتى ولا يأتي، ثم أسأله عن الحديث. وكما كان ابن عباس يذل نفسه في طلب العلم، فقد كان يعلي من قدر العلماء، فهو ذا زيد بن ثابت كاتب الوحي ورأس أهل المدينة في القضاء والفقه والقراءة والفرائض، يهم بركوب دبته فيقف الفتى الهاشمي عبد الله بن عباس بين يديه وقفة العبد بين يدي مولاه، ويمسك له ركابه ويأخذ بزمام دبته. فقال له زيد: دع عنك يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال له زيد: أرني يدك. فأخرج له ابن عباس يده فمال عليها وقبلها وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. وقد دأب ابن عباس على طلب العلم حتى بلغ فيه مبلغا، فقال فيه مسروق بن الأجدع أحد كبار التابعين: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت أجمل الناس، فإذا نطق قلت أفصح الناس، فإذا تحدث قلت أعلم الناس. ولما اكتمل لابن عباس ما طمح إليه من العلم، تحول إلى معلم يعلم الناس، فأصبح بيته جامعة للمسلمين. روى أحد أصحابه قال: فلقد رأيت الناس اجتمعوا في الطرق المؤدية إلى بيته حتى ضاقت بهم وسدوها في وجوه الناس، فدخلت عليه وأخبرته باحتشاد الناس على بابه، فقال: ضع لي وضوءا. فتوضأ وجلس وقال: اخرج وقل لهم من كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه فليدخل. فدخلوا عليه حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثل ما سألوا عنه وأكثر. ثم قال لهم: أفسحوا الطريق لإخوانكم. فخرجوا. ثم قال لي: اخرج فقل من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويله فليدخل. فخرجت فقلت لهم فدخلوا، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به. وكأن ابن عباس رضي الله عنه رأى أن يوزع العلوم على الأيام حتى لا يحدث على بابه مثل ذلك الزحام، فصار يجلس في الأسبوع يوما لا يذكر فيه إلا التفسير، ويوم لا يذكر فيه إلا الفقه، ويوما للمغازي، ويوما للشعر، ويوما لأيام العرب، وما سأله سائل قط إلا وجد عنده علما. قد غدا ابن عباس بفضل علمه وفقهه مستشارا للخلافة الراشدة على الرغم من حداثة سنه.
فكان إذا عرض لعمر بن الخطاب أمرا أو واجهته معضلة دعا جلة الصحابة ودعا معهم عبد الله بن عباس، فإذا حضر رفع منزلته وأدنى مجلسه وقال: لقد أعضل علينا أمر أنت له ولأمثاله، وقد عوتب مرة في تقديمه له وجعله مع الشيوخ وهو ما زال فتى، فقال: إنه فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. أن ابن عباس حين انصرف إلى الخاصة ليعلمهم ويفقههم لم ينس حق العم عليه، فكان يعقد لهم مجلس الوعظ والتذكير. فمن مواعظه قوله مخاطبا أصحاب الذنوب: يا صاحب الذنب لا تأمن عاقبة ذنبك، واعلم أن ما تبع الذنب أعظم من الذنب نفسه، فإن عدم استحيائك ممن على يمينك وعلى شمالك وأنت تقترف الذنب لا يقل عن الذنب، وإن ضحكك عند الذنب وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وإن فرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وإن حزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وإن خوفك من الريح إذا حرقت سترك وأنت ترتكب الذنب مع كونك لا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. ولم يكن ابن عباس من الذين يقولون ما لا يفعلون وينهون عن الناس ولا ينتهون، وإنما كان صواما نهارا قواما الليل. عمر بن عباس 71 سنة ملأ فيها الدنيا علما وفهما وحكما وتقى، فلما أتاه اليقين صلى عليه محمد بن الحنفية والبقية الباقية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلة التابعين. العبرة اللي ممكن ناخدها من قصة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس هي الهمة في طلب العلم. اللي عنده القدرة انه يطلب العلم ياخد سيدنا عبد الله بن عباس قدوة. الحياة كده كده هتمر، والدنيا كده كده هتخلص، وانك تقضي وقتك في طلب العلم وتعليمه خير لك واحب الى الله منك انت تقضيه في اللهو وفي الانشغال بالاهل وفي الانشغال بامور الدنيا. الدنيا اللي احنا ليل ونهار مشغولين بيها وبمشاكلها هتخلص، ومش هتطلع منها ابدا غير بالعلم اللي انت اتعلمته او بالعمل اللي انت عملته بعد العلم او بالعلم اللي انت بلغته. بس اللي عايز يبقى ليه منزله ومكانه عند الله سبحانه وتعالى فليفعل ما فعله عبد الله بن عباس. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.